حفل افتتاح أيام قرطاج السينمائية شهد عدداً من التكريمات، لعل أبرزها تكريم المخرجة الراحلة مفيدة تلاتلي، صاحبة رائعة صمت القصور التي فازت بالتريث الذهبي للأيام عام 94 من القرن الماضي. افتقدتها الساحة السينمائية التونسية والعربية في فبراير من هذا العام. وللمزيد ينضم إلينا المخرج التونسي جيلاني السعدي. سيد جيلاني، مرحبا بك. مرحبا. مهرجان قرطاج أو أيام قرطاج السينمائية تكرم الراحلة مفيدة تلاتلي، كيف يمكن تذكر هذه المخرجة صاحبة رائعة صمت القصور؟ أنا نذكرها لخطر أنا وقتها كنت عايش في باريس وشفت الفيلم في باريس في خروجه، وكانت لي معناتها كنت التقطت لكل الافلام العربيه وخاصه الافلام التونسيه كي تعاد في ريدي تشوف، وكان معناتها الاحساس اللي كي شفت الفيلم هذاك ما ننساهش معناتها. وكيفاش شفت هند صبري الفتاه الصغيره هذيك كيفاش عملت منها البيرسوناج هذاك، معناتها مفيده تلاتلي كانت اكثر وقتها في قمة السينما التونسية. كنا نجم، وكانت فما مع 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 وقتها نوري بوزيد وفريد بوغدير وجي هي مفيدة تلاتلي اللي هي كانت تعمل التركيب الأفلام التوانسة الأخرين والمغاربة لأول مرة تعمل الفيلم متاحة ويكون بطريقة غير عادية، معناتها وصلت مست. أنا كنت في كنت في قاعات في باريس، يعني كل المشاهدين فرنسيين، يعني ناس تخرج مندهشة بالفيلم. والفيلم نتفكر أول مرة مخرجة تونسية تتعدى في التلفزة الفرنسية في البرايم تايم، معناتها في باش تعمل إشهار الفيلم نتاعها، تتعدى يستدعوها في الأخبار، يعني في أوقات اللي ما يمشيولها كان الأفلام الفرنسية والأفلام الأمريكية. يعني الحاجات الأبواب اللي حلتهم وقتها كانت وكان واصلت، معناتها كانت أفلام أخرى كهكاك كنا نجموا نفتحوا أبواب كبيرة ياسر. أما الفيلم هذاك وشخصية متاع مفيدة تلاتلي أنا معناتها شخصيا ما عرفتهاش، لأني أنا جيت بعد عملت أفلام بعد، عرفت عن خلال أعمال، عرفتها بأحسن طريقة، يعني عرفت عن طريقة أفلامها. أستاذ جيلاني، يعني صحيح أنه الراحلة بضعة أفلام أخرجتها، ربما ثلاثة على حد علمي، لكن أثرت تركت تأثير كبير في الجيل الجديد على وجه التحديد. هل قيمة الفنان في يعني أعماله أم في كثرة أعماله؟ في أين تكمن قيمة احنا على الأقل نحكي عن السينمائيين المخرجين، نتمنوا إنه نعملوا مش فيلم يكون معناتها يحكي، معناتها يكون يوصل يمس الناس، هي ربع ساعة ولا لقطة من فيلم تكون كما احنا حبيناها وتكون وصلت كما نحبوها، تجم تكون في الكارير الكل هذيك احسن حاجة عملتها في حياتك معناتها، ويكفي انك انت عملت شيء جديد. وفيلم صمت القصور كان بالحق فيلم فيه نمط جديد وفيه اكتشاف جديد، ما نحكيش كان على الممثلين مع حتى على طريقة السرد وطريقة الرواية وكيفاش تعاملت مع العائلة التونسية وكيفاش صورت المرأة التونسية في معناتها في هذاك في القصر هذاك، والعلاقة بين الخدام والأسيادهم معناتها
فيلم خلق العادة وبالذكرى معناتها كانت أنا اكتشفت وقتها الممثلة القديرة معناتها لا أمها اللي هي تلعب دور أمها نسيت اسمها كانت خلق العادة. الجيل الجديد هل حافظ على نهج الرواد برأيك أم أنه شق عصا الطاعة؟ لا إذا كان ما يشقش عصا الطاعة الوجه جديد يعني احنا مشكلتنا في العالم العربي اللي خوفنا من الاب الأبوة سلطة الأبوة يعني اذا كانك جديد يعني يلزمك تتمرد على الاب اذا كان ما تمردش على الاب ما فماش جديد يعني انت تعيد الماضي بطريقه اخرى اما التجديد لازم فيه عنف على الماضي لكن كانش ما يصيرش تمرد جيلاني سعدي يهتم بسينما المهمشين لماذا؟ لأن أنا في الشخصيات المهمشة بالنسبة لي لأنهم مجردين من كل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية يعني إنسان مهمش ما عادش عنده مشكلة أموال ما عندهش مشكلة كيفاش يغزروا له نظرة المجتمع عليه يعني هو في كل الحرية يعني الشخصيات هذوما معناتها وانا المفيد اللي نحب نلوج عليه معناتها في افلامي اللي نحب نحط الشخصيات معناتها في كي يتلاقاو معناتها يتلاقاو مغير بعفويه مغير تاثير كبير لل المجتمع نظرة المجتمع للانسان اللي هي تبدل له طريقته في التعامل فيلم العصيان يدخل إلى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في أيام قرطاج لماذا العصيان؟ لأنه في تونس الوقت اللي احنا عايشينه توا يخلينا كلنا في حالة عصيان متكرر ومتجدد يعني عنا نعيش في حالة تذبذب ومش عارفين وين ماشيين وعنا برشة خوف من المستقبل لكن عنا قوة العصيان قوة انه نقولوا لا احنا موجودين احنا باش نكونوا كيما نحبوا احنا زاد في المجتمع هذا وفي البلاد هذه بعد الثورة ما تولينا نقولوا لا حتى احنا نحبوا تصير كيما والقوانين اللي باش تحطوهم لنا كان ما يساعدوناش احنا باش نرفضوهم. هل ترى المنافسة قوية فيش في أيام قرطاج؟ مش عارف ما تهمنيش المنافسة المهم أنا المشاركة أنا وكان جيت نحب المنافسة راني رياضي راني نعمل كورس ولا نعمل بسكليت ولا نعمل كرة قدم ولا حاجة أما أنا نعمل في الفن يعني الفنانين الأخرين قدرتهم وأنا كيف معناتها شنو يفرق معناتها مش مهم. كيف ترى أيام قرطاج سينمائية أستاذ جيلاني؟ لا أيام قرطاج سينمائية بالنسبة لي حاجة مهمة برشا لي أنا كنت صغير كنت نهرب من المكتب من المدرسة باش نجي لتونس أنا ما نسكنش في تونس نسكن في مدينة 60 كيلومتر من تونس كنت نهرب من دارنا ونجي لتونس باش نعدي نشوف الأفلام يعني بالنسبة لي الأيام قرطاج سينمائية عندها أهمية كبيرة برشا يعني لانه راه تونس تتبدل راه الجمهور كيما تشوفوا معناتها عوده الروح بعد كورونا اي بخلاف وحتى من غير يعني انا شفت المهرجانات يمكن المهرجانات العالم كل مشيت لهم اقليه انك تلقى مهرجانات فيه زحمه على كل افلام من كل انواعها وزحمه نتاع ناس معناتها من كل الاعمار من كل الفئات من كل الاماكن يعني بيبليك ماهوش ناس تخدم في السينما ولا حاجه وهذاك انا كي راها نفرح نولي معناتها نقول تونس ما دام يتجم تنتج حاجات كي هكا هي في خير. شكرا جزيلا لك المخرج التونسي جيلاني السعدي شكرا لحضورك معنا ولرحابة صدرك شكرا عايش.